السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة وتفتيح الحمام الغية كله في قلبه بعضه. قبل ما نخش في اي حاجة بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتسر تطمن علينا، اللي بيكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. احنا دلوقتي فاتحين البيبان دولت بتوع الغية. الجنب ده حمام اللي كان سايب في قلب اللفت، فاحنا هنفتح لهم كده مع بعضنا واوريكم الحمام ده مع الحمام ده بيعملوا ايه وحطتهم ازاي. والحمد لله ولا فرد حمام بينزل تحت ولا اي حاجه، وطلعتهم من بيبانهم يدل اللي هم خلاص الحمام ده سبت هنا ودماغه تقلت في قلب المكان. فابقوا معنا راجعين. هذا هو الحمام الغي اهو، دول بنسيبهم من الاول كده اهو، لسه ما حطوش شويه اللي بيجروا فيهم وبنسيبهم رايحين جايين كده اهو. وبعد كده بنبدا اللي احنا نديلهم بقيه الحمام بتاعهم اللي هم الوشين دول. يعتبر بص في قلب الدور اهو، تعالى بقى بص الحمامة بقى الغزار بقى لما ياخدوها دولة اللي كانوا سايبين في اللوف. ماشي اهو، بسم الله. الفحم ده اللي كان جناحه واقف واخدها نقش الابلق الابيض الدباني الاخضر حلس ده ده لسه كتفه مفكش، بس هنسيبهم في الاخر. بص بوازيك طلع من كده كله طلع بنفسي كده برضه، كان كتفه بيلق مفيش الا شكارته هنا خدته افرخه تحت. ودي بقيتهم اهم الصلاة على النبي اهو. تعال ابو ابين بس كان حوالين الجناب همو شفه في العرق اهو. مش هقول لك بقى بيمشوا وكده، لا اهو وادي بتوع محمد اهو تحتيهم. مش بقول لك بقى تجس الحمام ده مع واحد جنبك اهو، كلهم في قلب بعضهم فوق من الحمام يعتبر الجديد. شوف محمد هيطلع بقى ازاي بيهم اهو. صلى على النبي. هو برضه علو عشان كده ايه الحمامتين بتوع محمد اهم لابدين مع بعض اهو. فتحنا زوم عليه اهو، بص فوق دماغ محمد كلهم في قلب بعضه. الصورة بكسدت ماشي اهم جايين تاني. محمد كان قاطع وجاي ياخد تاني، بس كان بيدق له معايا حمام اهو نزل اهو. ضرب بتاع محمد اهو واحنا بتوعنا اهو. لو انا ده بتاع محمد اهو الشداد بتاعهم
العنبري ده، فيهم اتنين بتوع محمد وهو الابيض والعنبري مراسلة ده. وادي جاي تاني اهو، بس اهم حاجه كنت اطمنهم على الغيه والدره بتاعتهم والحطه بتاعت الغيه، وبقوا ينزلوا دلوقتي يجعروا في قلب الارضيه وبيجعروا على الظهر وخلاص اطمنوا وبيحبسوا في قلب بنهم. فهو ده اللي انا كنت ايه عايزه بس منهم. واقف برضه بنفتح له يتقوى شويه. هو ده ابتدى اللي هو يطلع دلوقتي. هو الحبس كتفه ابتدى يتفك اهو. الاسترالي ده كان عملها جايب كام دكر، وخدت قلت يشد ويعمل، مفيش ولا شد ولا مد، قعد من غير نتاج. فوم ابيض مشي بتاع محمد. بنفسجي بنفسجي قام فرد الحمام بيلق، فرد الحمام بيلق. نفتح له العنبري ده يطلع يقف له على الظهر، ولا واقف على الظهر ولا اعتمد على طول. هو العنبري الاسمر اهو. تعال ابو الحجز، تعال ابو الحجز، ماشي يا بركة بسم الله، برضو كام واحدة كده ما تلاقيهم فيهم كام واحد برضو من بتوع اللفت ده ايه حطه معاه. بنفسجة حطه الفحم ده والحارس ده لابلع اللابل اهو، الرشاة القاطي والمستريا اللي جنبيه. نقعد هنا بقى ونتفرج كده ايه مع بعضنا. ممكن بقى ينقلوا تحت كده لو الدنيا كاشفة شوية، بس ايه مفيش مشكلة، سيبهم برضو براحتهم خالص كده. اهم حاجة اللي هم اتدوروا وجم حطوا فين في قلب الغية بتاعتهم، لكن حبس كلفة كل ده خلاص بقى هنا في قلب الغية. بنفسي كده اللي والحلس القشر بندق جنبي. ودي بيتهم اهم، ودي الاستراد دي شارع اهو بيته. الصلاة على النبي. بنفسجي التاني اهو والاتنين الخد. العنبر الاسمر ده كان من العيال الصغيرة. الفحم ده اللي كان كتفه واقف اهو. كل
ايه مجد نفس القصة اهو، كان من النوم بوظ ده برضه، كان من النوم ويطلع تاني. في شرب بندق برضو كده، هقولكم برضو لما يجي يحط. الموبايلات سايبين على بعضهم وحافظين بعضهم، الدنيا زي الفل. يلا وادي اقول الاثنين الشفاشله، وادي الشربون ده اهو لسه حاطط، وادي الحمام بتاعنا اهو بالصلاه على النبي. السلام عليكم رجاله، هنا بس اللي احنا نفتح الفيديو قدامكم ونقفله قدامكم. ده الفيديو بتاعنا النهارده، عشان احنا قلنا ايه نوريكم شكل الحمام ده لما نفتح لهم كده كلهم في قلب بعضهم ونجيبهم هما بيحطوا على الضهر. وادي اهو المكشين اهو، ادي الدبان اهو، السعيم اهو. ماشي يا رجاله، ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين، ويقعد علينا وعليكم وعلى امه محمد الايام بخير كده ان شاء الله، وانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم كوتو ادم ابو عمر، السلام عليكم ورحمه الله، يا احلى ناس في الدنيا.